أقسم بالله العظيم أن أكون وفيا لدولة الكويت أمينا على حقوقها مخلصا لأميرها المفدى مطيعا لجميع الأوامر الحقة. قسم عظيم صدحت به أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية في تخريج الدفعة 43 للطلبة الضباط والثامنة 28 لطلبة ضباط الاختصاص والتاسعة لطالبات الاختصاص بمعهد الشرطة النسائية. قسم به يحفظون للوطن مكانته وللقانون هيبته، مجددين لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه العهد بالذودة عن حمى الكويت. والله شعور ما يوصف، واربع سنين انتهت على خير الحمد لله. ما في كلمة توفي حق الكويت والقادة السياسية، والله بارك لهم جميعا، عسى الله يعينهم على حمل الأمانة إن شاء الله. شعور صراحة ما أقدر أوصفها، الفرحة أهلي وربعي وحبابي. قناعة ثابتة بمعاني الانتماء وحب الوطن والولاء له، واهبين أنفسهم الدفاع بالغالي والنفيس لتبقى الكويت. الكويت حنا بخدمتها بأي وقت، حنا عيالها اللي ربتنا ونعمت علينا، عسى الله ان شاء الله يوفقنا لخدمتها. الكويت امانه في اعناق وعناقنا احنا جميعا، نتمنى ان شاء الله ان يدوم عليها الامن والامان. فرحه التخرج بتجديد العهد لوعد قطعوه ليكونوا العين الساهره للوطن والمواطن. الكويت هذيل عيالنا فدا لكم، فدا لكم يا الكويت، والله فرحه ما اقدر اتكلم من داخلي، ما اقدر اتكلم. اقول لهم عسى الله عز وجل يوفقهم وعساهم يكونون خير حق البلد، وباذن الله يتحملون الامانه بالشكل الصحيح. بارين بقسمهم ليكونوا درعا للكويت وسورها وحصنها، ليبقى علمها خفاقا، متسلحين بما نالوه من شرف التكريم من حضره صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه، ليزدادوا فخرا وعزما لا ينين. احمد المسعودي لتلفزيون المجلس.